كما استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ثلاث دبابات ومدافع استعادت ثلاث دبابات ومدافع هوزر وهاونات تركتها الميليشيا الانقلابية في منطقة صرواح وولت هاربة من أرض المعركة. ورافقت كاميرا سهيل أثناء تحرير الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وطائرات قوات التحالف لنقطة مشن الزائد وخط الإسفلت صرواح خولان وعددا من المواقع.